مشاهدينا الأعزاء، ورجعنا لكم في الفقرة الثانية من برنامج بكرة أحلى. النهاردة الحقيقة الفقرة دي هتكون فقرة فنية، هنستضيف فيها المطرب سيد سمير الشهير سيد البرنس والشاعر إسلام العالمي والعازف أورج جمال عبده. وقبل ما أتكلم كده وأبدأ معاهم، عايزة أوجه حاجة كده بسيطة، إن الإعلام دايماً بتهاجم إن إحنا بنظهر بعض المواهب أو يكاد يكون إنها مش مواهب، وبعدين بنتهاجم على إننا بنروج لهم وبنظهرهم على قنواتنا وعلى الشاشة. فدايماً الناس بتهاجمنا إن إزاي الإعلام بيروج حاجة زي كده، مثل أو مثل أغنية شيماء أو أغنية مهرجانات كتير قوي فيها كلمات بتتردد مع أطفالنا، وطبعا حاجة غلط. وزي ما احنا برضو بنروج حاجة زي كده، من حقنا ان احنا برضو نظهر فنان يستاهل ان هو يظهر على الساحة الفنية. والتعليقات طبعا هتكون ليكم، وآراءكم طبعا هنستناها على برنامجنا او الصفحة الرسمية لبرنامج بكرة أحلى. اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ شيماء. سيد سمير الشهير سيد البرنس. سيد البرنس، ازيك يا اسلام؟ تمام. عامل ايه؟ الشعر الجميل عامل انت ضجه كده يعني، وانت برضو الحمد لله. اهلا بحضرتك استاذ جمال. طيب، على ما اعتقد كده يا استاذ سيد ان حضرتك عضو نقابي بالمهن الموسيقيه. عضو منتسب من 2006 ايام المرحوم الاستاذ حسن ابو السعود. سنه كام؟ 2006 يا فندم. ما شاء الله. طب مجموعه اعمالك الفنيه كام من الفن والتمثيل؟ حضرتك قلت لي قبل الحلقه ان انت في عندك موهبه التمثيل. تمام. هو انا عندي خمس اغاني، عامل خمس اغاني، وبدات في التمثيل من فتره قريبه. اكتشفني استاذ عمرو عبد الاخر، قال لي انت شكلك ممثل، يعني ايه عايزين نغير الغنى شويه نخليها تمثيل. ممثل؟ انت بتعرف تمثل؟ قال لي انا حاليا بمثل، يعني مثلت مسرح، مثلت مسرحيه جواز مؤقت مع الاستاذ محمد القاضي على مسرح ريفولي. دي مسرحيه، وبعمل مشاهد قصيره كده يعني. طيب ممكن نسمع اغنيه؟ نسمع اغنيه، نسمع حاجه بتاعتي ولا حاجه؟ قبل ما اتكلم بس وقبل ما اعرض استاذ سيد، عايز اوجه حاجه. استاذ سيد واستاذ اسلام، طبعا في ناس كتير فنان يعني عندهم موهبه، يعني بيلجأوا للاعلام، والاعلام بيبقى عايز يطلع الترند اللي هو عنده كام مشاهده، المشاهدات العاليه هجيبه. بس في برنامجنا هنا احنا عكس تماما. ليه بقى؟ ان احنا بنظهر المواهب الحقيقيه اللي المفروض انها تظهر ونقدمها لحضراتكم. حضراتكم عليكم التعليقات، هل ده فعلا يكون يصلح يكون يعني فنان كصوت ككلمات كاداء؟ هو ده هدف برنامجنا، وعشان كده احنا هنظهر استاذ سيد دلوقتي، وممكن يكون عاجبني ممكن ما يكونش عاجبك، فاحنا هنستنى تعليقاتكم يعني ارائكم في الصفحه الرسميه لبرنامج بكره احلى. اتفضل. ان شاء الله فنان. نقول أول حاجة الحجاز بقى بتاعنا. الحجاز أولا أنا بحيي الأستاذة شيماء لنور البرنامج، وتحية كبيرة جدا قد الدنيا كلها لحبيبي وحبيب قلبي سيادة النائب محمود بيه جاد سليم. أمالي المصريين بجد، وأمالي المواهب، واللي بيساعد كل المواهب، وبنتمنى ان شاء الله نشرفه باذن الله. محمود بيه جاد سليم وكل آلة سليم في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه، عائلات سليم. نبدا بالحجاز، يلا موال. عادي سنه جيم كده روع عيش. عالي السنة جيم عبدو، علي سنة وعيش. يا دنيا عيب اختشي، هو انت ايه يعني؟ ده انا اللي لف البلاد يا دنيا لوعني.
يا دنياي بختشي هو انت ايه يعني ده انا اللي لف البلاد يا دنيا لواني ورحت عند الكريم اكرمني ومتعاني ورحت عند البخيل دوخني وجواني هقول لك كلام يا ابني آدم وافهم معنته من هقول لك كلام يا ابني آدم وافهم معنته مني من بعد رب كريم من بعد رب كريم ما حد ينفعني من بعد رب كريم ما حد ينفعني يا دي الزمان يا قاضي اللي على العبد والصبي على معلمه وسيده صبح يتطيله في المجال وهو في الأساس سيده يوطي على ايده يبوسها يوطي على ايده يبوسها وعارف انه كان سيد انا شفت كده نزلت دموع العين على كرسي الخدود جارية يبقى ابني جارية ويتقايم على سيده تحية كبيرة لحبيب قلبي محمود بيجات سليم الراعي الرسمي أمال المصريين وأمال كل مواهب مصر بيقولوا الصبر طيب ما كفاية العمر عدى وأنا واقف مكاني عدي النهاردة مش راجع بكرة تاني واللي اديتهم زماني نسيوا زمان في ثواني اللي اديتهم زماني نسيوا زمان في ثواني واللي ضحيت عشانهم ما ضحوش عشاني زمان في سوادي اللي اديته زماني نسيوا زماني في سوادي واللي ضحيت عشانهم ما ضحوش عشاني لحد لقيته طيب ولا حد الجرح طيب اديني على ايامي صابر وكل جرح وله اخر اديني على ايامي صابر وكل جرح وله اخر عملت اللي عليا وبيديا يا قلبي ممكن تعمله وتحملت من غيري يا حبيبي اللي ما حد يتحمله انا عملت اللي عليا وبيديا يا قلبي ممكن تعمله وتحملت من غيري يا حبيبي اللي ما حد يتحمله واللي اديتهم زماني نسيوا زمان في ثواني واللي ضحيت عشانه ما ضحوش عشاني ولا حد لقيته طيب ولا حد الجرح طيب ايه يا عم ده؟ ده انت خلتنا يعني هيصنا اللهم صل على النبي ما شاء الله صوتك جميل وطبعا برضو المشاهد
هو اللي ليه الاولويه والراي الاكبر. احنا ما علينا ان احنا بنظهر عشان ما تظلموش الاعلام وتقولوا لا ده ما بيطلعوناش الا بيطلعوا وسط الترند. احنا كده طلعناك اهو وظهرناك وصوتك جميل ما شاء الله، واتمنى يكون ليك يعني مستقبل افضل. شكرا. اسلام. اهلا. هسيبك للكاميرا لمده نص دقيقه تعرف نفسك اكتر للساده المشاهدين ومنين وكده يعني واسمك وكده. انا اسمي اسلام العالمي، عندي 19 سنه، من الجيزه، مركز البدرشين، قريه الشنباب، بدرس كليه تجاره. انا بديت مشواري كمشوار شاعر وكده، انا شاعر. ابتديت مشواري من وانا صغير، كنت في الاذاعه المدرسيه، كنت ان انا اصلا يعني موهبتي ان انا شاعر، كتبت مهرجانات وكتبت قصايد كتير قوي، كتبت شغل كتير قوي وليها شغل كتير قوي على اليوتيوب ما شاء الله. وفعلا انت محقق مشاهده جميله جدا على اليوتيوب، وعشان كده يعني انا حبيت الشعر بتاعك حتى هو على اليوتيوب. لو دخل اسلام العالمي صح، فهو لو دخلته على القناة اليوتيوب بتاعته تلاقيه عنده مشاهدات حلوة قوي، وهو بسم الله ما شاء الله. هو بس يمكن محرج شوية، حاسة ان وشك يعني لا لا عادي، خليك فري ما فيش اي مشكلة. تمام. طيب انت عندك موهبة الشعر من قد ايه، او اكتشفتها من امتى؟ انا اكتشفتها من انا صغير، كنت في الاذاعة المدرسية، كنت كل يوم بطلع في الاذاعة عادي، كنت ناس كتير قوي بتشجعني وناس قالت لي كمل، وان انا اصلا كل شغلي بيأدي المحتوى، او ان انا بنصح اللي قدامي انه يصلي، او ان انا كل شغلي او كل قصايدي فيها حاجه بتفيد، فيها هدف بيفيد اللي قدامي. يعني مش يعني مش اللي هو كلام موزون ومافيا وخلاص، لا انا بوصل المعلومه اللي قدامي وبوصل نصيحه اللي قدامي. تمام. طب انا عايز اسمع منك حاجه. تمام. على السريع كده. تمام. الدنيا بتاخد ما بتديش، الدنيا بتاخد ما بتديش، قضينا حياتنا رافضين خروجنا من السرداب، قضينا العمر كأنه سراب، بندور دايما على البقشيش مع ان في اخرتها مرتب وحساب. من بكره هصلي، من بكره هصلي، يفوت بكره يصبح سنوات تلهيك الدنيا واشغالها، يغويك المال وحياه ساذجه فبتبني في اخرتها فتات. اسلط الضوء في حوار نفسي، انا تايه مخنوق مش بفرح. طب هل بتصلي؟ يعني ساعات. لا انا كذاب. طب ايه المانع؟ مفيش اسباب. انا عايز امشي والرب كريم راح يغفر لي، ورسوله هيجي ويشفع لي، وعمر اصحابي ما هينسوني، واهلي كمان راح يدعولي. يمر الوقت ويجيني الموت، انا اتمنيته ولا كانه كلام، دلوقتي خلاص الكل بيمشي وانا لوحدي، وسفينتي بترسى على المرسى، بحر شاطر وخبير في الناس ومعادنها، كان عنده اصحاب وفلوس وبيوت، كان عنده كل مكان عندي، وعدنا هيفضلوا الاخر على باب القبر. هو ودعني وطلعت انا موهوم على الاخر، استنوا شويه، سكنت الدنيا سرقتني ودبحتني وحدها كان تالي، رجعني يا رب لو ثانيه اعرف اخطائي واصلحها، دلوقتي هصلي ومش بكره، واحوش زادي في الاخره، واحاسب نفسي قبل النوم، وهرضى كمان باي هموم، دلوقتي هصلي ومش بكره، واحوش زادي في الاخره، واحاسب نفسي قبل النوم، وهرضى كمان باي هموم. الدنيا يا صاحبي بتلهينا، غشتنا فحوشنا في جيب، واتاري الجيب اصلا مخروم، فبقينا بنشكي من الحيرة ومن الخنقة الدايمة ومن الضيقة. طب قول لي بس ازاي ارتاح البال وشايف الضيق أذى؟ والله بقى حالنا يا عر، الدنيا فيشة من عادي يسمى الكبر، والكبر ده لو ماسه قلبك مات. النفس قالت أنا، والنفس أمارة، طمعك بيزيد فبيجي بخسارة. الدنيا حرب،
اخرتها خساره تكسبها لو انك تقلل ذات تقلل ذات. برافو برافو برافو، مفيش بعد كده. شوفوا الكلمات، يعني عايز اسالك يا اسلام، في مود معين الشاعر بيدخل فيه او احساس معين لاستخراج هذه الكلمات ولا انت بتقوله من وحي خيالك ولا؟ لا لا، انا بكون شغلي كله كاتبه على اللي هو كهدف او اللي هو كان بدعم اللي قدامي او ان انا بوصل كنصيحه، ان انا فكره هي كنصيحه. اوكي ما فيش اي مشكله. هو انا دلوقتي استخراج الكلمات الجميله دي هل من واقع حياه او احساس انت حاسه؟ بتكون الاثنين مع بعض او مود معين. لا لا، هو بيكون واقع حياه واحساس. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، حاجه جميله جدا والله. شكرا ليك يا استاذ شيماء. استاذ سيد او المطرب سيد، خلينا نقول المطرب افضل علشان بس ما بيزعلش مننا. الف يوم بس. طيب، امتى اكتشفت ان عندك موهبه الغنى، وبعد الغنى اكتشفت ان عندك موهبه التمثيل ازاي؟ التمثيل لسه من حوالي شهرين او ثلاث شهور اللي اكتشفها استاذ عمرو عبد الاخر. اول ما شافني وكده قال لي انت شكلك ممثل. شكلك ممثل؟ طب انت مثلت قبل؟ انت حاسس ان انت ممثل ولا شكلك؟ لا، هو ممثل. ما قال لي شكلك ممثل، بدات بقى وداني المسرح ومثلت مسرحيه وبدات اعمل مشاهد قصيره وكده. ومثلت بالفعل؟ مثلت بالفعل، عملت مسرحيه جواز مؤقت. يعني انت ليك اعمال فنيه برضو في التمثيل؟ في التمثيل. تمام. طيب انا عايز اعرف، وفي مفاجاه بقى اقول لحضرتك عليها. اتفضل. ان شاء الله انتظروني مع شركه شمس الدين للانتاج الفني في مسلسل رمضان 2022. لسه ما اعرفش الدور ايه طبعا، ولا اعرف هتعرض على ايه، مع الاستاذ المخرج تامر شمس الدين باذن الله، والتوفيق لينا والجميع باذن الله. طب هو معلش عشان وقت حلقتنا قرب ينتهي، طبعا الوقت معاكم جري بسرعه. احنا ملتزمين بوقت، وطبعا بس سؤال اخير، نفسك تكون ايه في المستقبل؟ ونفسك النظرة الفنية للفن الحالي الموجود اللي احنا فيه على ارض الواقع كمهرجانات واداء وغنى، يعني رأيك فيه ايه في المستقبل؟ عايزه يكون ايه؟ تمام. المستقبل بقى انا في وجهة نظري عايز اغير، يعني عايز اجمع الخبرة اللي عندي في الغناء والخبرة القصيرة في التمثيل، ان انا ادمجهم مع بعض ان شاء الله. انا في دماغي نفسي اعمل برنامج اسمه الوعي. البرنامج ده يكون عبارة عن بيقدم رسالة للمجتمع، الرسالة دي بتتعمل في مشهد تمثيلي مصحوب بأنشودة تربوية يطلع منها رسالة، يعني مثلا لا للتنمر، نعمل مشهد تمثيلي اوكي مصحوب بأنشودة تربوية بتقول ان لا للتنمر، لا للتحرش، لا للتدخين، نقدم رسالة. تمام. وانت عايز تقول حاجة قبل ختام الحلقة يا اسلام؟ انا يعني احب اشكر استاذ شيماء. ميرسي جدا، ربنا هي اللي وصلتني الحلقة اللي انا فيها دي. ربنا يخليك يا اسلام، وان شاء الله مستديم معانا انت وكل فنان بندعمه على الهوا. وطبعا انا بشكر استاذ جمال عبده، نورتنا وشرفتنا، وبشكركم كلكم والله، لان انتوا قيمه وقامه ضفتوا للبرنامج حاجه. واحنا كبرنامج بندعم المواهب، هو طبعا البرنامج مش مخصص حاجه معينه، هو اجتماعي شامل، ثقافي، فني، سياسي، كل حاجه. بس انا حبيت اظهر موهبتين حلوين عجبوني، وطبعا رايي لوحدي ملوش قيمه قصاد رايكم يعني. فانتوا يعني اصحاب القرار. انتظرونا في الحلقه القادمه من برنامج بكره احلى، والى اللقاء.